السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل معلم ومعلمة، تحياتي لمن يبحث عن توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية في داخل الصف، في بيئة جاهزة، في بيئة تحترم التكنولوجيا، في بيئة جاهزة لاستقبال التكنولوجيا وتوظيف. هل هذا يمنع من أن نعرض لحضراتكم ولكل من لديه رغبة استراتيجيات تدريسية حديثة لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة المواد الدراسية، في توظيف الشبكة العنكبوتية التي أضحت وأصبحت عالم يجمع بداخله ثروة ومخزون معرفي في كل التخصصات؟ أبدا، الأصل أن نبحث عن كل ما هو جديد ونوظفه في البيئة التعليمية التعلمية، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في الروضة. طيب، جميل إنه الأطفال يبقى معاهم لابتوب أو تابلت، جميل إن المناهج تتحول إلى مناهج إلكترونية، والأجمل أن نحافظ عند طرح تلك المناهج الدراسية على إطارنا القيمي والأخلاقي، وألا نعبث بالقيم والأخلاقيات، ولا نراهن على تقليد الآخر تقليد أعمى، ولا نتنازل عن ثوابتنا التي تؤصل لمفهوم الوطن، مفهوم الأمة، مفهوم الإنسان. ومن الجميل أن نسعى دائما وأبدا إلى محاولة تطبيق ذلك في بيئة نجرب فيها قبل أن نعمم، حتى نعرف حجمنا وحتى نعرف ردود الأفعال. طيب، مهم إني آخذ رأي أولياء الأمور فيما أطور، مهم إني آخذ رأي المعلمين نفسهم فيما سأقدم عليه من تطوير، والأهم إن أنا أسأل المتعلم عن رأيه فيما يعرض. ولهذا لا أريد أن أطيل في مثل هذه المداخلة، لكن خلوني أذهب إلى استراتيجية ومدخل مداخل في غاية الأهمية، مطبق في الغرب بنجاح بالغ جدا، وهناك مواقع متخصصة في هذا الأمر، وإحنا بندرب طلابنا بالجامعات وبكليات التربية على توظيف هذا الأمر، بل إنه انتقل إلى دور المعلم نفسه اللي بيدرب كيف يدرب التلاميذ والمتعلمين داخل المدرسة في مثل هذه الأمور. أحبائي الكرام، مع الرحلات المعرفية، الويب كويست رحلة معرفية. ترى ماذا نعني بالرحلة المعرفية؟ وما عناصر تلك الرحلة؟ وهل يمكن لي كمعلم أن أميز بين عناصر الرحلات المعرفية؟ ما العوامل التي تساهم في نجاح الرحلة المعرفية التي أقوم بها بالشراكة مع زملائي داخل الصف؟ ما المميزات التي تميز الرحلات المعرفية على مستوى العمل الجماعي وعلى مستوى التعلم التعاوني وعلى مستوى تنوع مصادر المعرفة؟ هل يمكن لي أن أصمم رحلة معرفية بالاشتراك مع مجموعة من الزملاء؟ هل يمكن لي أن أنقد رحلة معرفية قام بها البعض لأرى إن كان يتوافر بها المطلوب أم لا؟ خلوا بالكم دائما وأبدا عزيزي، كل معلم ومعلم دائما وأبدا أحسن وسيلة عشان تكتسب بها مهارة معينة دائما وأبدا المشاهدة والممارسة. ولهذا هناك شعار مهم وبالغ نردده دايما: أسمع فأنسى. ممكن تسمعوني وأنا بتكلم دلوقتي ولكن تنسوا أنا قلت إيه. أرى، هتشوف المادة وتشوفني وتشوف ما يعرض، ويا سلام لو بتعرض المادة بالباوربوينت أمام حضراتكم، شيء رائع. أحتاج ده لا تقنية وإلى أكثر من كاميرا للتصوير، ولكن أنا بقول لحضراتكم الأجمل وأجمل أمارس فأفهم، إن إحنا لازم نمارس ونتعلم.
الويب كويست، الرحلات المعرفية أحباء الكرام عبر النت، عبر الكمبيوتر. رحلات هي في الأساس في تعريفها وسيلة تعليمية، وسيلة تعتمد في المقام الأول على البحث داخل الإنترنت. تيجي على جوجل وتكتب المفردة اللي انت عايزها او العنوان الذي تريده، يطلع لك مصادر كثيرة جدا تبدأ تنتقي منها، وده هنراعيه في معايير اختيار الرحلة المعرفية او معايير بناء الرحلة المعرفية. لما اجي اختار معلومات يجب ان تتناسب مع المرحلة العمرية، مخاطب الاطفال الصغيرين غير ما بخاطب الكبار. الكتب التي سنعود اليها ونرجع اليها يجب ان يكون لها من الموثوقية المصادر. الفيديوهات اللي هتستخدم يجب أن تكون أيضا لها مصادر. المادة العلمية اللي جاية من الكتب وجاية من المراجع وجاية من الدوريات يجب أن تكون لها مصادر. إذا باختصار شديد جدا، لا أريد أن أطيل في المداخلة الأولى، وسيلة تعليمية تعتمد في المقام الأول على عمليات البحث في الإنترنت. ليه يا جماعة؟ بهدف الوصول الصحيح والمباشر إلى المعلومة، محل البحث الذي نبحث عنه بأقل جهد ممكن. بالله عليك وده يزعل حد؟ يزعلش حد، هذا ما نريده. في الرحلة المعرفية نقسم الأبناء والتلاميذ والمتعلمين إلى مجموعات، كل طالب يقوم بدور محدد له، ومن ثم يتم تبادل المعلومات فيما بينهم. هذا هو تعريف الرحلة المعرفية. ترى ما العناصر الست الأساسية لبناء رحلة معرفية؟ هذا ما نتناوله سويا في المداخلة التالية، انتظرونا إن شاء الله عشان نركز مع بعض ونشوف وإحنا بنبني الرحلة ما المطلوب مني كمعلم تجاه التلاميذ، وما المطلوب من المتعلمين حتى يركزوا فيه ويبنوا رحلة معرفية إيجابية. ألتقي بكم إن شاء الله على خير، انتظروا المداخلة التالية، في أمان الله.